الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه وندعوه ونرفع أكف الضراعة إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا وإمامنا ونبينا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأئمة المجاهدين رضوان الله عليهم أجمعين أما بعد أيها الإخوة المؤمنون في هذا الوطن الحبيب مرت بنا سنوات عديدة ونحن نعيش أنواعا من البلايا والفتن والقلاقل اليوم سننتهي أم غدا لا أحد يعرف كلما أصبحنا دخلنا في بلية جديدة أو سمعنا حدث كذا وكذا هنا وهناك في هذا الوطن الغالي ونحن مقبلون على الانتخابات في الأشهر القادمة وحالتنا هذه في الحقيقة الوضع صعب ومخيف جدا نخشى المزيد من القلاقل ونخشى المزيد من الفوضى ونخشى المزيد من التفكك ونخشى المزيد من الدماء ونخشى المزيد من الخوف ونخشى المزيد من المعاناة لجميع شعبنا المغلوب على أمره فما هو الحل؟ فما هو الحل؟ أيها الإخوة الحل عندنا وبأيدينا الحل هو الرجوع إلى الله تبارك وتعالى الحل هو التوبة والاستغفار والدعاء تضرعا وخيفة قال تعالى وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا والله لو صدقنا في الاستغفار وصدقنا في التوبة لمتعنا الله تعالى متاعا حسنا في وطننا ولو صدقنا وأخلصنا في الدعاء لرفع الله عنا كل هذه البلايا فهو الذي أرشدنا إلى هذا فقال فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا الله تبارك وتعالى أرشدنا إذا جاءنا البأس والبلاء أن نتضرع إليه فإذا تضرعنا إليه في دعائنا وسلمنا له كل الأمور رفع عنا البلاء وكشف عنا السوء وروى الإمام الترمذي عن سلمان الفارسي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرد القضاء إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر أي الدعاء يكون سببا في عدم نزول البلاء المعلق بالنسبة للشخص أو الأمة جميعا أو يكون سببا في رفعه أو سببا في تهوينه وتخفيفه إذا نزل فديننا الحنيف أرشدنا إلى الحل لما نحن فيه ولكننا لم نمتثل ولم نزل على أحوالنا ونريد العافية والأمن والاستقرار والازدهار
وكأننا كما قال الله فيهم فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون والعياذ بالله. الله تبارك وتعالى أعطاهم الحل ولكن لم ينتفعوا به فتركهم فيما هم فيه. أيها الإخوة المؤمنون، نحن في خطر عظيم، وربما إلى خطر عظيم آخر والعياذ بالله، ونرجو السلامة من كل فتنة ما ظهر منها وما بطن. أرجو أن يقوم كل المسلمين في جميع المساجد والخلوات القرآنية وما إلى ذلك بالتضرع إلى الله بالدعاء أن يحفظ هذه الدولة ويحفظ قادتها ويحفظ شعبها وينشر فيها الأمن والاستقرار والازدهار، وأن تمر الانتخابات القادمة بخير وأمن وأمان واستقرار، وأن يهدي الجميع إلى الهدى والتقى والرشاد. ليس لنا سلاح سوى الدعاء، فقد روى الحاكم عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السماوات والأرض. المؤمن سلاحه الدعاء، متى استعمله انتصر على كل التحديات وحظي بقضاء كل المرادات الدنيوية والأخروية. الأنبياء دأبهم اللجوء إلى الله تعالى دائما كلما نزلت بهم شدة. قال تعالى حاكيا عن سيدنا نوح عليه السلام ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. وقال حاكيا عن سيدنا أيوب عليه السلام وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. وفقني الله وإياكم على التمسك بهذا المبدأ الشريف والعكوف على بابه والتضرع إليه ليرفع عن وطننا نيجيريا عامة وولايتنا برنو خاصة كل بلاء وكل عناء، وأن ينشر فيه الأمن والاستقرار والازدهار إلى الأبد، آمين. قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يقترن بحكمة الله البالغة ويحيط بنعمه السابغة ويقص نعمته علينا بالإيمان والإسلام فإنها أعظم نعمة، ونشكره تبارك وتعالى على أن جعلنا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم التي هي خير أمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ذاته وصفاته شهادة مبرأة من الشرك والشك والتعثيم، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله المنعوت بجميع المحامد والخلق العظيم المخصوص بكمال القرب والتقديم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه أهل الرضا والتسليم. أما بعد، اتقوا الله تعالى وأطيعوه فإن طاعة الله أقوم وأقوى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واحذروا أسباب سخط الجبار فإن أجسامكم لا تقوى على النار، واعلموا أنكم غدا بين يدي الله موقوفون وبأعمالكم مجزيون وعلى تفريطكم نادمون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. عباد الله، إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى فيه بملائكته المسبحة بقدسه
وثلث بكم أيها المؤمنون من جنه وإنسه. فقال جل من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها أشرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صاحب الحوض المورود والمقام في المقام المحمود، وعلى آله ذوي الفضل الجلي وأصحابه ذوي القدر العلي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وارض اللهم عن أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم دمر أعداء الدين، اللهم دمر أعداء الدين، وبدل شمل المحرفين والمبدلين من طوائف المبتدئة أجمعين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم أجل بنصرهم يا حي يا قيوم، اللهم أجل بنصرهم يا حي يا قيوم. اللهم احفظ شبابنا ووفقهم للاستقامة ونصرة الدين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم نور على أهل القبور قبورهم، واغفر للأحياء ويسر لهم أمورهم. اللهم تب على التائبين، واغفر ذنوب المذنبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضى المسلمين، واكتب الصحة والعافية والسلامة والتوفيق والهداية لنا ولسائر المسلمين في برك وبحرك أجمعين. اللهم ادفع عنا البلاء، اللهم ادفع عنا البلاء، اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزنا والربا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الذي يذكركم.